بسم الله. الامتحان الموحد الثاني للسنة الثالثة إعدادي دورة يونيو. غادي نقوم بإنجاز التمرين رقم 1 ورقم 2 من الامتحان الموحد اللي غتشوف الآن في الصورة. إذا هذا هو الامتحان الموحد. طبيعة الحال أنا غادي نوريه لك كامل، ولكن حنا غادي نقوم فقط بتصحيح التمرين رقم 1 ورقم 2. إذا التمرين رقم 1 هو هذا، ثم التمرين رقم 2، هادو هما اللي غادي يكونوا موضوعنا في هذا الفيديو. إذا يمكن لي نوريك الامتحان كامل، باش إذا بغيتي تسجل المعلومات ديالو يمكن لك تسجلها. التمرين الثالث، ثم التمرين الرابع حول الإحصاء، ثم التمرين الخامس حول الهندسة الفضائية، إذا هادشي اللي كاين. غادي نعاودو نرجعو بشوية للتمرين ديالنا الأول والثاني. أنت بطبيعة الحال إذا بغيت تنقل هاد المعلومات يمكن لك توقف تشغيل الفيديو وتنقل التمرين اللي بغيتي الآن. حنا غادي نرجعو للتمرين الأول والثاني ديالنا، هما اللي غادي نقومو بالتصحيح ديالهم. يلا نقول التمرين رقم 1 ورقم 2. يلا سأنتظرك. يلا الآن نبدأ بإنجاز التمرين رقم 1 ورقم 2. يلا لنحل المعادلة التالية: 3x زائد 15 يساوي 21. يعني ماذا؟ يعني 3x يساوي ماذا؟ يلا تابع معي، نمشيو بجوج في آن واحد. يعني 3x يساوي ماذا؟ فعل تساوي 21 ناقص 15. يلا حسب الفرق، يعني 3x يساوي كم؟ صحيح تساوي العدد 6. تابع x يساوي ماذا؟ فعلا x يساوي 6 على 3. نواصل، يعني ماذا؟ فعلا x يساوي 2. اش غادي نقولوا الان؟ نعم، العدد الحقيقي 2 هو الحل الوحيد لهذه المعادله. متفقين؟ انتهى. نمر الان الى المعادلات. اكس عدد حقيقي، عندنا 7 عامل اكس ناقص 2 تساوي 3 عامل اكس زائد 2. يعني ننشر، يلا بالفعل تعطينا 7x ناقص 14 تساوي 3x زائد كم؟ نعم زائد 6. ننقل العناصر التي تحتوي على نجوى x في طرف والعناصر المعلومة في طرف آخر، فنكتب ماذا؟ نعم سنكتب 7x ناقص 3x تساوي 6 زائد 14. لا تنسى عند انتقال حد من طرف لآخر في معادلة تتغير الإشارة التي تسبقه. يلا تابع، يعني x يساوي ماذا؟ فعلا x يساوي 20 على 4 اللي هو العدد، فعلا اللي هو العدد 5. إذا العدد الحقيقي 5 هو الحل الوحيد لهذه المعادلة. العدد الحقيقي 5 هو الحل الوحيد لهذه المعادلة. نمر الآن للمتراجعه. يلا نشوف الآن المتراجعه. إكس عدد حقيقي، عندنا 2x ناقص 11 أصغر مساوي 0. يعني ماذا؟ يعني 2x أصغر مساوي 11. تابع، يعني إكس أصغر من ماذا؟ نعم أصغر من 11 على 2. العوامل عند انتقالها من طرف لآخر تعوض بمقلوباتها. لاحظ العامل 2 موجب، إذا يمكن نقله بسهولة إلى الطرف الثاني دون تغيير اتجاه المتراجعه. إذا جميع الأعداد، أش غادي نقولوا؟ جميع الأعداد الحقيقية
نعم، جميع الأعداد الحقيقية الأصغر من أو يساوي 11 على 2 هي حلول لهذه المتراجحة. إذن كما ترى جميع الأعداد الحقيقية الأصغر من أو يساوي 11 على 2 هي حلول لهذه المتراجحة. نمر الآن إلى الانضباط. إذن الآن لنتحقق أن الزوج 7 1 هو حل لهذه النظمة اللي هي x ناقص 5 y يساوي 2 و 5 x ناقص y يساوي 34. هنا ما محتاجينش نحلوا النظمة، فقط سنعوض x بقيمتها و y بقيمتها وسنرى هل ستتحقق المعادلة الأولى والمعادلة الثانية لهذه النظمة. نبدأ بالمعادلة الأولى. عندنا x هو العدد 7، إذن 7 ناقص 5 في 1 ونحسبوا هذا الشيء يساوي 7 ناقص 5 يساوي 2. إذن كما ترى الزوج 7 1 نعم هو حل للمعادلة الأولى للنظمة. نجربوا على المعادلة الثانية. 5 في x أي 5 في 7 ناقص y أي ناقص 1 يساوي 35 ناقص 1 تساوي 34. و 34 اللي حسبنا عليها الآن هي بالضبط العدد اللي عندنا. إذن كما ترى هذا الزوج يحقق المعادلة الأولى ويحقق المعادلة الثانية للنظمة، إذن فهو حل لهذه النظمة. نكتب ذلك. كما ترى الزوج 7 1 يحقق معادلتي هذه النظمة، إذن هو حل لها. نمر الآن إلى النظمة الثانية ونقوم بحلها الآن. x و y عددان حقيقيان، عندنا 2 x زائد 3 y يساوي 6 و x زائد y يساوي 2. إذن غادي نضربوا هنا الطرفين في ناقص 2. كما ترى هنا أريد نستعمل طريقة التأليف الخطية، إذن يعني 2x زائد 3y يساوي 6. كما ترى المعادلة الأولى بقيت كما هي وأجريت تعديلا على المعادلة الثانية لهذه النظمة، ضربت جميع العناصر في العدد ناقص 2. إذن ثم نجمع معادلتي هذه النظمة طرفا بطرف، إذن 2x زائد 3y ناقص 2x ناقص 2y تساوي 6 زائد ناقص 4 أو 6 ناقص 4 أي ثم نشطب على العددين المتقابلين. نسيت هنا أن أضع ناقص 2x هي صلحتها. نعود عندنا 2x زائد 3y هي ناقص 2x ناقص 2y يساوي 6 زائد ناقص 4 أو 6 ناقص 4. إذن عددين متقابلين هنا 3y ناقص y أي العدد y و 6 ناقص 4 تساوي 2، وهكذا توصلنا إلى المجهول إيغال. إذن ما علينا إلا أن نعود لإحدى معادلتي النظمة ونعوض Y بقيمتها، وبطبيعة الحال سننظر إلى المعادلة السهلة. وفي رأيك أي معادلة سيسهل التعامل معها هنا، المعادلة الأولى أم الثانية؟ فعلا المعادلة الثانية هي الأسهل في التعامل، سنقوم بذلك. إذن كما ترى X زائد Y تساوي 2 و y توصلنا إليها x زائد 2 تساوي 2 أي ماذا؟ نعم أي x تساوي 2 ناقص 2 عند انتقال حدين من طرف لآخر تتغير الإشارة التي تسبق والفرق يساوي 0. إذن الزوج المكون من 0 و 2 هو حل لهذه النظمة. هاي النتيجة النهائية، استنتاج الزوج 0 2 هو حل هذه النظمة. ورد البال لا تخالف x مع y، ديما x هو الأول تيسبق غادي يتبعو y، لا تنسى ذلك. نواصل. يلا نمشيو الآن للتمرين الثاني اللي تيتحدث على الدوال. إذن لنحسب f ل 3 وثم f ل ناقص 3. إذن عندنا f ل x تساوي x زائد 4، إذن f ل 3 تساوي ماذا؟ صحيح سنعوض x ب 3 يساوي 3 زائد 4 اللي هو العدد 7. طبقين؟ و f لي ناقص 3 يساوي ماذا؟ الآن سنعوض x بناقص 3 ستعطينا ناقص 3 زائد 4 وناقص 3 زائد 4 يساوي العدد 1. نمر الآن إلى السؤال. نمشي الآن السؤال الثاني. قيل لنا أحسب ك العدد الذي صورته 4 بالدالة التألفية f، كتبتها بطريقة رياضية f لك تساوي 4، معناه صورة ك بالدالة التألفية f هي العدد 4. لدينا f لك حسب ما جاء في المعطيات، f لك f لx تساوي x زائد 4، إذن f لك تساوي ماذا؟ صحيح تساوي ك زائد 4. إذن ماذا يمكن نستنتج من هنا؟ فعلا إذن 4
تساوي ك زائد 4 هكذا. إذا ك زائد 4 يساوي 4. نحل هذه المعادلة، أي ك يساوي 4 ناقص 4، أي ك يساوي 0. واضح؟ إذا لاحظنا جيدا كاين عندنا واحد العدد اللي الصورة ديالو هي العدد 3. إذن لا، أنا طلب منا إف لثلاثة ثم إف لناقص ثلاثة، إذن لا علاقة بهذا السؤال بالأسئلة السابقة. نواصل، نعود هذا المثال، أعتذر هنا لأنه أنا اعتقدت أن إف لك يساوي 4، بل إف لك يساوي ناقص 4. ما انتبهش الإشارة ناقص، يعني بنعود التمرين من جديد. إف لك تساوي ناقص 4، ولدينا إف لك يساوي ك زائد 4. إذن ك زائد 4 تساوي ناقص 4. أعتذر مرة أخرى لأنني لم أنقل المعطيات بشكل سليم، ما ظهرتش لي الإشارة ناقص. إذن كتبت ك مزيان، إذن ك يساوي ناقص 4 ناقص 4 هكذا، أي ك تساوي القيمة ناقص 8. الجواب ديالنا السابق راه كان صحيح، انما ما نقولش المعطيات بشكل صحيح. نواصل، نمر الان الى السؤال الثاني. عندنا الجي داله خطيه بحيث الجي لثلاثة يساوي 7. المطلوب منا ان نحدد صيغه الجي، بمعنى نكتب الجي لاكس بدلاله اكس ثم نحسب بعد ذلك الجي ل300. اذا ما دامت الجي داله خطيه فلها كتابه رياضيه. عندنا الجي لاكس يساوي ماذا؟ نعم، تساوي AX ما دامت جي دالة خطية. ما هو المعامل هنا؟ صحيح، المعامل هو A. لنحسب A، عندنا خاصية حول هذا الموضوع تمكننا من حساب A. ماذا تقول هذه الخاصية؟ A يساوي ماذا؟ نعم، A يساوي جي X على X مهما كان X عددا حقيقيا، تقي بشرط يكون مخالف لصفر. إذن A تساوي، ثم ننظر إلى المعطيات ونشوف واش عطونا. هنا عطونا جي لثلاثة تساوي 7، إذن نقدر نعتمد على هذه الفكرة. A تساوي جي لثلاثة على 3، أي A تساوي 7 على 3 ما دام العدد جي لثلاثة يساوي 7. إذن جي لإكس تساوي ماذا؟ نعم، تساوي 7 على 3 إكس. وهكذا توصلنا إلى الصيغة التي تكتب بها جي. الآن غادي نحسبوا جي لي جي لي 300 أظن. نعم، طلب منا حساب جي لي 300، ومنه فإن جي لي 300 تساوي 7 على 3 في 300، ونختزل ب 3 فتعطينا 7 في 100، أي 700. وهكذا توصلنا إلى جي لي 300. نواصل، إذا الآن سننشئ تمثيل مبياني للجي في المستوى، وطبيعة الحال منسوب إلى المعلم المتعامد أو إي جي. عندنا جي لي 3 تساوي 7، إذا النقطة A ذات الإحداثيتين 3 و 7 تنتمي إلى مبيان جي، متفقين؟ وكما تعلم تمثيل مبياني لدالة خطية هو مستقيم يمر من ماذا؟ نعم، يمر من أصل المعلم. إذن عندنا أصل المعلم اللي هو النقطة O تنتمي للتمثيل المبياني للجي، وعندنا النقطة A تنتمي بدورها إلى التمثيل المبياني للجي. إذن ما هو التمثيل المبياني للدالة الخطية جي؟ صحيح، تمثيل مبياني للدالة الخطية جي هو المستقيم أو A، أي المستقيم المار من أصل المعلم ومن النقطة A. سنقوم بذلك. يلا، إحنا عندنا الآن محورين متعامدين، عندنا النقطة أو هي هذه، ثم نضيف نقطة أخرى هي ذات الإحداثيتين 3 و 7 كاين في مكان ما هنا بالضبط.
إذن وهكذا سننشئ المستقيم المار من هذه النقطة. غادي نعطي واحد اللون أحمر إذا شئت، أو المستقيم المار من هذه النقطة ومن هذه النقطة. إذا المستقيم OA اللي عندنا هنا في الشكل هو التمثيل المبياني للدالة الخطية جي، واضح؟ نكتفي بهذا القدر الآن، نواصل تصحيح الامتحان الموحد في الفيديو القادم بحول الله. انتهت هذه الحصة من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.